هاي جريد 1، معاكم ميس ايمان سيد من قناه ميس ايمان. النهارده هنبتدي نشرح مع بعض يونت 7 في كتابنا كونكت. But before we start our lesson today, I would like to say that I have a channel on YouTube. I would like to access my channel and make share, like, subscribe to my channel. انا ليا قناه على اليوتيوب واحب ان انتم تخشوا وتعملوا لي ليها شير ولايك وسبسكرايب. اي قناه قدام كده اسمها ليرن وذ تيتشر ايمان، تدخلوا وتعملوا لي ليها شير ولايك وسبسكرايب عشان اوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. اوكي تعالوا النهارده هنبدا مع بعض. هناخد احنا المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات كنا بدانا مع بعض، كنا خدنا مع بعض ايه، كنا ابتدينا، كنا عملنا ريفايز على يونت 4 و5 و6. النهارده هنبتدي مع بعض، هناخد يونت 7 اللي هي ذا وايدر وورلد، يعني العالم اللي هو يعني العالم اللي هو ايه يعني اضيق شويه، اللي هي ات ايه ات هوم. ات هوم. وير از ذا جيرل، اين البنت؟ وير از ذا بوي، اين الولد؟ هي از ان ذا ليفينج روم. اول حاجه احنا اتعلمناها في اول هوم ايه؟ ليفينج روم. She's in the bathroom. Bathroom اللي هو ايه؟ الحمام. احنا عندنا كلمتين هنا المفروض نعرفها. عرفنا هنا كلمه جيرل بوي، اظن الكلمتين دول المفروض كنتوا تكونوا عارفينهم. كلمه ليفينج روم اللي هي حجره المعيشه، باثروم اللي هو الحمام. تعالوا بص بقى مع بعض هنا نشوف الكلام ده. عندي هنا كلمه اسمها فوكاب جديده اسمها ليفينج روم، المفروض نحفظها. بوي بيد روم حجره نوم، جيرل بنت، كيتشن جاردن، باث روم هوم. طبعا هتقولي مس ايمان الفوكاب دي مفروض مطلوب مننا حفظها. الانجلش بالذات مطلوب حفظ لان الانجلش كله معتمد على الفوكاب. طبعا ممكن في الديسكفر احنا في حاجات احنا بنشيلها، مثلا بتقول حاجات صعبه عليكم ما تحفظوهاش، لكن احنا مثلا عندنا في الكلمات في الكونكت لازم تتحفظ لان ده فوكاب لازم يبقى محفوظ. زي كلمه ليفنج روم دي مهم تحفظوها اهي، كتب ليت النايت بيس كيتشن. وبعدين عندكم في الكتاب الباهر عامل لكم الكلمات ايه، المفروض ان احنا ايه نتعود ان احنا ايه نكتب ونعمل تريس كده على الكلمات اللي هي ايه اللي مظلله قدامنا دي عشان نحفظها. ليفنج روم كيتشن، كيتشن يعني ايه؟ مطبخ. يبقى عندنا كلمه ليفنج روم، عندنا كلمه كيتشن، عندنا كلمه بيد روم، جاردن، ايه تاني؟ باث روم، هوم، جيرل. دي الفوكاب اللي احنا حفظناها النهارده. طيب هنا عندي بقى حاجه اسمها اللانجوج فوكس او الجرامر اللي انا المفروض اخده ايه؟ وير از ذا، وير از ذا، از ذا سام ون. طب هنا وير عايزاكم تعرفوا ان كلمه وير، هنشرح بقى على البورد كده، عايز اشرح لكم وير دي على البورد. كلمه وير دي بستخدمها ليا جريد، بستخدمها ليا جريد 1. وير دي بسال بيها عن ايه؟ بسال بيها عن البليس، يو نو بليس مكان. يعني وير از يور مثلا، وير از يور فادر؟ از ان ذا وورد. بس اقول لك وير از، وير از، وير از يور فادر؟ وير از يور فادر؟ وير از يور فادر؟ ممكن اقول يور فادر ان ايه؟ يور فادر. وير از يور فادر؟ اين اين والدك؟ وير از يور فادر؟ اقول ايه؟ ان وورك مثلا، فور اكزامبل ماي فادر ان وورك، في العمل. ماي فادر is work. My father في شغله يعني. My father is, my father is in his, is in his work, is in his work في عمله يعني، في مكان عمل. is in his work في ايه؟ في مكان ايه عمله؟ is in his work يعني ايه؟ في مكان عمله. خلاص يبقى هنا وين بسأل بيها عن ايه؟ وبنسأل بيه عن ايه؟ عن place. اوكي نفتح بس البورد عشان انت ايه لو في حاجه ثانيه ايه نكتب. خلاص كده فهمنا كلمه وير مع بعض، اكيد احنا ايه فهمناها. تعالوا نرجع تاني للليسون بتاعنا. هنا بصوا هنا بقى معايا في الشرح اللي قدامنا ده. بص هنا وير از ذا بوي، اين الولد؟ هي از ان ذا كذا، هتقول البليس اللي موجوده فيه. شي از ان ذا كذا. هي المفروض هنا في از، بس هنا في ظهر مس برينتنج يعني خطا بالظبط. هي از ان ذا بيدروم، هو في البيدروم. هنا عندنا ابريفيشن وير از،
هتقولي يعني ايه مس ابريفيشن؟ يعني اختصار. اوكي، يعني ممكن تكتب هنا وير از از ات از، او وير از ات ات از، هي از از ات از، او هي از از ات از. اوكي، اسمها ابريفيشن، اختصارات. طيب اوتو سكريبت هنا بقى ايه؟ هنا عندنا مدينا ايه ال يعني كل يعني هنا مديني بيكتشرز وبيديني كده ايه سبوت كده، بيقول لي ايه كل واحد فين. وير از ذا بوي؟ از ان ذا بيدروم. البوي فين؟ ان ذا بيدروم. نمبر 2، وير از ذا بوي؟ از ان ذا باث روم، هو في الحمام. وير از ذا جيرل؟ هي از شي از ان ذا ليفينج روم. وير از ذا فاذر؟ وير از ذا فاذر؟ هي از ان ذا كيتشن، فين في الكيتشن. وير از ذا ماذر؟ وير از ذا ماذر؟ هي از ان ذا كيتشن، هي في المطبخ. وير از ذا جراند فاذر؟ اين جدك؟ هي از ان ذا جاردن. اوكي، دي سونج كده احنا بنغنيها. وير از يونس؟ وير از يونس؟ هي از ان ذا بيدروم. Can you see where is Dana? Where is Dina? Where is Dina? She's in the living room. Can you see? تقدر تشوفها؟ تعالوا بقى نحل مع بعض الاكسرسايز ده عشان ايه؟ نعمل براكتسنج على الحاجات اللي احنا اتعلمناها. طبعا هنا انا عندي الكلمه دي اسمها كلمه garden. Which of these pictures is garden? Yes. طبعا كلكم شاطرين، قلت لي you are clever، قلت لي number 8. يبقى number 1 is number 8. اتعلموا عندكم في الكتاب. تحط سيركل على ايه؟ طيب باث روم، وير از باث روم ان ذيس بيكتشر؟ اف ذيس ا باث روم؟ نو نو ات از نوت ا باث روم. اف ذيس ا باث روم؟ نو ات از نوت ا باث روم. ذيس از ايه؟ ليفينج روم اند ذيس از بيد روم. وير از ا باث روم؟ وير از ا باث روم. نمبر 2 از نمبر بي، بيد روم. وير از ذا بيد روم؟ بيد روم اعرفها منين؟ ان في بيد على طول، ان هو في سرير فيها، يبقى هي بيد روم. يبقى نمبر سي از نمبر 3، كيتشن. وير از ذا كيتشن؟ فور نمبر ايه؟ ذير از سوري مش لا ده باثروم، كيتشن نمبر بي، سوري انا رونج. نمبر 4 ويز نمبر 3، ذير از كيتشن. تعالى هنا نحل الماتشنج ده. هنا اللي قدامي ده ايه؟ اللي قدامي ده كده لو تفتكروا ده ايه؟ ده ايه؟ ده كيتشن. دي ايه؟ بيدروم. دي هنا باثروم، ليفينج روم، جاردن. طب تعالوا نحل مع بعض. اول واحد فين الكيتشن؟ There is kitchen. A number one with a last one. The kitchen. Okay. Number two, اللي هي bedroom. Where is the bedroom? Yes, bedroom. Where is the bathroom? Where is the bathroom? Bathroom here. Number three, there is a bathroom. There is garden. There is garden. There is garden. There is garden. Okay. Living room. Living room number five with number living room. Okay. تعالوا بقى حلو مع بعض كده. يبقى هنا عندنا كلمة boy garden bathroom، boy garden and bathroom. هنا دي الان سبرينت، هنا طبعا هو جايب لك الكلمات. طبعا دي هتعتمد على ايه؟ على ان انت تكون مذاكر الكتاب. يعني احنا عندنا كلمه كيتشن، كيتشن بتتكتب ازاي؟ عندنا كلمه كيتشن، كيتشن بتتكتب ازاي؟ بص معايا هنا، كيتشن بتتكتب ازاي؟ اهي كيتشن، يعني هنكتبها رد بيس، يبقى هي ريز كيتشن. بد روم، بي اي دي ار دبل او ام. هنا ايه؟ باثروم، بي A T H R O O N bathroom. هنا ايه؟ garden G A R D E N. اوكي، طبعا انتوا طبعا حافظين الكلمات هتعرفوا تكتبوا. طيب he is in the he is in the ايه؟ bedroom. he where is the, where is the where is where is the ايه؟ where is the mother where is the where is the where is the mother where is the mother اين منطقة؟ طيب هنا عندنا ليفينج روم، يبقى هنحط هنا في وهنحط هنا دبل او، بيد روم اي وهنا هنحط او، اوكي، باث هنا اي، كيتشن اي وهنا كيتشن اي وهنا ان وهنا اي 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 حط ان في هنا، يبقى هنا عندنا باث روم هنا اي وهنا كيتشن اي وهنا ان، اي قبل الان، سوري اي قبل الان، اي قبل الان. تعالى انا بص بقى معايا في الفونكس دي، عندنا هنا ايه فونكس؟ هنقول هنا ابل، طبعا الكلمات دي انت حطها في الكيج قبل كده. ابل اند نمله ارض، ابل اند ارض في الفونكس. ابل اند ارض، لتر اي، لتر اس، سكوير سكوير، سان سان، ستار وير، سان ستار، ابل اند او. طبعا الكلمات هتكتبوها كده، هو بيوريك لتر ابي كتب ازاي اهو، فانت ضرب ايدك بقى ان انت تكتب.
اوكي تعالوا بقى بصوا معايا هنا في الاكسرسايز اللي تحت دي. هنا عندنا برضو مديني هنا بيكتشر، مديني هنا الوورد، وانا هختار الايه الكلمه السوتبل للكلمه دي. عندي كلمه ابل، نمبر 1 ابل، ويز ابل يبقى نمبر 1 ويز نمبر سي، هنحط نمبر 1 ويز نمبر سي، انت تعمل له سيركل على نمبر سي. هنا عندي ستار، ستار ويز نمبر اي، سان ويز نمبر اي، ارو ويز نمبر بي. هنا الماتشنج هنقول هنا ستار ويز ستار نمبر، يبقى نمبر بي ويز نمبر 1، سكوير نمبر 2، اند نمبر 3، ارو نمبر 4، سان نمبر 5. اوكي تعالوا بقى احنا الاسئله اللي بعده. طبعا هنا ايه، انا هحل لكم واحده منهم وانتم تذاكروا الكلمات عشان تحلوها. هنخلي بس اول سطر انت خلي البيت، الباقي يبقى تعملوه انتوا هم. اند يبقى هنا ان، ابل دبل بي، سان يو. اوكي طبعا الباقي انتوا هتكملوه لما تذاكروا الكلمات. اوكي هنا عندنا هنا ماس شيبس اللي هي الاشكال اللي بناخدها في خدناها في الماس كلنا، اكيد احنا عارفينها. ستار ستار ستار، سكوير سكوير سكوير، تراينجل تراينجل تراينجل، سيركل سيركل سيركل، ريكتانجل ريكتانجل ريكتانجل. طبعا هنا مديني الشيبس وانا هعدها واحط النمبرز هنا قدامي. هنا بقى نمبر 2، يعني هنا اول واحده رقم ايه، نمبر ايه 7. نحل دي بقى مع بعض، نكون كده ونشوف هنكتب رقم كده 1 2 3 4 5. هكتبها 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الكاونت اجين 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هكتب هنا ايه 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. انا ليه بعد مرتين عشان اعرف ان النمبرز دي صح ولا لا؟ يبقى انا اكتب 6 هنا، انا كده اكتب هنا 9، اكتب هنا 5. وطبعا يا ريت لو انتم تعملوا كاونتنج ليها تاني وتكتبوا النمبرز كده، بس انتوا هتكتبوا مش النمبرز ان ليترز، هتكتبوها ان نمبرز لايك ذيس، عشان هنا بيقول لك ايه كونكت ايه ويز ايه ويز ماس. المفروض ان احنا طالما هنكتب ماس يبقى نكتب نمبرز، مش هنكتب بالليترز. اوكي هنا عندي هنا كلمه ستار، ويز ستار هير نمبر 1 ويز نمبر 3، سكوير نمبر 2 ويز نمبر 3. اوكي تعالوا بقى احل اللي بعديها. طيب هنا عندي تراينجل، تراينجل نمبر 3 ويز نمبر 3، there is number a number 3 with number C. Rectangle number 4 with number C. Number 5 number 5 with number C. Okay number 5 with number C. طبعا هنا مديني برضه matching، هنحاول نحلها مع بعض كده. هنا where is triangle، where is triangle، triangle like this. Triangle يعني in Arabic اللي هو ايه مثلث. Circle number D. سكوير طبعا انت اكيد حطها في الماس، كل الحاجات دي كل الحاجات دي سكوير، هير از سكوير، ستار، ريكتانجل، نمبر. طبعا برضه هنا هنعمل كاونتنج. انا هسيب لكم برضه سؤال ده انتوا تكتبوه بقى وتكتبوا، انتوا تكتبوا النمبرز، يعني هتعد وتكتب هنا النمبرز. اوكي هنا بقى عندنا كلمه سكوير، هنا حرف الناس ايه، تراينجل تراينجل، اي سيركل، اي ستار، ايه. طبعا دي كل الحاجات دي احنا هنلون. طبعا هنا ايه بيقول لك ايه، هنا مديني ايه، يعني مثلا هنا مديني الستارز، يشوف هنا الستار بتاعها هاو ميني ستارز هير، فنعد الستارز ونعمل عليها ايه سيركل. التراينجل هتعد تراينجل وتشوف كم تراينجل ونشاور عليها، وطبعا انت هتعمله كاونتنج وهتلونه. يعني مثلا هنا عندنا تراينجل، نعد هنا كم تراينجل قدامي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى هنعمل هنا عند 9، هتعمل عند 9 وتروح لايه عامل كارابين فيها. طيب هنا بقى ده ريفيو كده بيرجع لي على يونيت 7. نشوف هنا الكتاب والحاجات اللي احنا خدناها مع بعض. ليفنج روم، بيد روم، باث روم، كيتشن، جاردن، سكوير، ريكتانجل، تراينجل، ستار، اند سيركل. وير از، استخدمنا كلمه وير از عشان نسال عن البليس. He is in the kitchen. Where is the boy? He is in the kitchen. تكلمنا هنا اهو عن الفانت، ان ابل اند ارو، سكوير، سان، ستار،
انا هحل لكم بقى الريتن، الريتن اكسرسايز الموجود في الاخر، عشان يبقى كده ايه عملنا يعني حلينا الايه التست اللي على اليونت على طول. هنا كلمه كيتشن، هنا المفروض في حرف ايه؟ الاي هنا هو حرف كيتشن، يبقى في اي هنا. سكوير اي، سيركل اي، بيدروم اي، جاردن اي. طبعا حلينا حاجات زيها فوق، بس انا بحاول يعني ايه نعمل كده ريفايز مع بعض عشان يعني. هنا في ريز تراينجل، هي ريز تراينجل، يبقى نمبر 1 ويز نمبر 3. ما تعملوش على فكره وانتوا بتعملوا ماتشنج، اكتب اكتب لي اللاتر هنا يعني هنا 1 ويز سي، باثرو نمبر 2 ويز نمبر دي، نمبر 3 ويز نمبر بي، ليفنج روم ليفنج ويز ليفنج روم، نمبر 4 نمبر 4 ويز نمبر اي، نمبر اي ويز نمبر 5 5 ويز نمبر اي. اوكي تعالوا هنا بقى بصوا، هنا 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 مديني بقى ايه برضه، هنا مديني بيقول لي ايه سيركل لوك اند سيركل، يعني هنا اللي قدامي دي ايه، جاردن ولا كيتشن؟ انتوا شايفينها ايه؟ جاردن. دي ايه قدامنا دي؟ انت لما على ايه؟ هنا ريكتانجل، لما ريكتانجل دي اللي قدامي دي انا قلت لكم طالما هنا باد يبقى هي بيت ايه؟ باد روم. لقيت تلفزيون ولقيت لقيت تلفزيون والبيبل قاعدين فيها، يبقى ده ايه؟ ليفنج روم. طبعا انا لقيت هنا باد يبقى دي باد روم، باينه قوي انها ايه بيت ايه روم. اوكي طيب هنا ده ده اللي قدامي دوت ده ايه الشيب اللي قدام ده ايه او الفيتشر اللي قدام دي اوت. اوكي طبعا انتوا الكلمات لازم تبقوا حافظينها عشان تعرفوا ايه تحل. طيب هنا هنا وير ده ايه، وير از ذا ماذر، هو طبعا وير از ذا ماذر، هي طبعا هو بيسال عن ماذر ان ذا ايه كيتشن. اوكي ثانكس ا لوت انتل يو ميت اجين، جود باي.